مجرد أعراض مرضية معينة تدفع بالمريض إلى اقتناء الدواء بشكل عشوائي هو حال كثير من الجزائريين، على غرار السيدة ليلى التي تلجأ إلى المضادات الحيوية بشكل عشوائي ومفرط. من كلاموكسيل رحت لأوغمونتا، عاد ثاني ما يحكمش فيا عاد ديريكت زوماكس، بورتون على بالي بلي زوماكس كون نكثر منه ما يعودش يحكم فيا. بس هذا يقتلوا المناعة، من كثرة استعمالهم يقتلوا المناعة. دركا عاد تروح ديريكت لزوماكس. وعلى بالي بلي ثاني افورس افورس يعود ما يحكمش فيا. دركا مفهموني عطاوني لي زانفورماسيون بلي فو با يوتيليزي لي زانتيبيوتيك هكا à l'aveuglette. فهموني تخي بيان كاسكو سي لا باكتيري لو فيروس كيفاه يدخل كل واحد لو كور نتاعو. يفو كونسلتي ان ميدسان. الاستعمال العشوائي والمفرط للمضادات الحيوية يؤدي إلى التعود عليها ليصبح مفعولها سلبياً، وهو ما يسبب مشاكل صحية خطيرة. كاين اللي يشوفوا لي ميم سيمبتوم عند زعما يبارطاجيو لونتيبيوتيك تاعهم، هي لي ميم سيمبتوم ما تعنيش لا ميم مالادي، دونك لي زونتيبيوتيك شغل ماهوش ميديكامون ساهل، لازم يكون سو بريسكريبسيون تاع لو ميدسان، ما يشربوش هكا اوزاج انارشيكمون. لو بروبليم في لونتيبيو ريزيستونس سي كو لا باكتيري ريزيستونس ماهيش حتقعد عند الفرد الواحد. لا باكتيري ريزيستونس تقدر دير ترانسميسيون تعدي بزاف افراد واحد اخرين، سي بور سا سي ان بروبليم مونديال، سي تري دونجورو. حتولي في لي بروشان اني اون سامبل انفيكسيون دخلت لك باغ اون بلي ولا تكون تقدر تكون مورتيل. رانا نتبعوا في لا سيمين دو سونسيبيليزاسيون تاع لونتيبيو ريزيستونس اللي طلقتها لو ام اس. ننصح نديروا لا سونسيبيليزاسيون على كيفيه استعمال المضادات الحيويه ولازم لهم ان بون يوزاج. مقاومة المضادات الحيوية مصطلح أصبح رائجا في المجال الطبي بسبب الاستعمال المفرط والعشوائي، وهو ما يضع الصحة العمومية في خطر حقيقي.